ربنا خلق الرجل يصل إلى النشوة بتاعته تقريبا في حدود 3 دقايق لغاية 10 دقايق، المرأة تقريبا ما بين 12 ليمكن 20 دقيقة. أهلا وسهلا بيكم، أنا هشام حبيب وإحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الأول في مصر والوطن العربي. الحقيقة إن الاضطرابات الجنسية ممكن تحصل للراجل في أي مرحلة من مراحل عمره، وإحنا كنا حابين نتكلم عن أشهر الاضطرابات الجنسية دي، وزي ما عودناكم كان معانا أحد المتخصصين في هذا المجال. خلينا نرحب بضيفنا دكتور عمرو المليجي، استاذ امراض الذكوره والعقم طب الاسرين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا هشام، مبسوطين بحضرتك مره تانية معانا. الله يخليك دكتور. يمكن الاضطرابات الجنسيه بتؤرق الراجل بشكل كبير، ويمكن النهارده حابين نتكلم عن اشهر الاضطرابات، ويمكن اولها هو ضعف الانتصاب. يمكن مشكله كبيره، ويمكن من اكبر المشاكل اللي بتواجه الرجال. يعني كنا حابين نتكلم عن ايه مسببات اصلا ضعف الانتصاب. طيب، هو طبعا ضعف الانتصاب بشيء نقدر نقول شائع، يعني موجود بين الرجال حسب اختلاف عمرهم برضو. يعني احنا بنتكلم عند الشباب هيكون ليه اسباب، اكترها هتبقى اسباب نفسية، ولكن لا يخلو ان ممكن يكون في اسباب عضوية. بعد سن الاربعين احنا بنتكلم على تقريبا 52% من الرجال هيعانوا من ضعف انتصاب على فترات متفاوتة. وخلينا نقسمها لضعف جنسي بسيط لمتوسط يكون ضعف جنسي كبير قوي، تمام. والفترات ممكن تبقى فترات متأرجحة، يعني بعض الأوقات يكون في ضعف وبعض الأوقات لا، أو يكون الضعف الانتصاب ده بيزيد مع الوقت تدريج، تمام. 52 ده رقم كبير قوي، ما رقم حقيقي، هو يعني احنا مش بنتكلم، مش موضوع كبير او قليل، هو ده الواقع اللي اتخذت من ابحاث كتيره قوي اتعملت، تمام. احنا ليه دايما بنحس ان هو الرقم ده احنا منفزعين منه؟ لان خلي بالك ان ده المرض الوحيد اللي ما حدش هيكلم اخوه ولا ابن عمه ان هو جاله وراح للدكتور. يوم ما بطنك هتوجعك البيت كله هيعرف، تمام. فانت دايما بتحس ان انت الشخص الوحيد اللي جالك ضعف الانتصاب، لكن هو ده عرضة للرجال كتير، تمام. حسب بقى الاسباب، يعني في حاجات ممكن تيجي طارئة وتروح، وفي حاجات ممكن امراض تكون تسبب ضعف انتصاب بشكل متفاقم مثلا. يعني خلينا نفرق، هل في نقدر نقول في فرق ما بين ضعف الانتصاب والضعف الجنسي؟ لا، هو ضعف الانتصاب هو ضعف الجنسي. يعني هو دايما هو ده المرادف، هو ده المرادف الكلمة، يعني هي ضعف الانتصاب يعني. طيب دكتور، هل في بمناسبه احنا بنتكلم ان النسبه كبيره، هل في طرق وقايه تخلي الرجال يحافظوا على صحتهم الجنسيه عشان يبقوا من النسبه، احنا بقى عايزين بقى النسبه اللي هي 48% فيحافظوا على صحتهم الجنسيه؟ اكيد طبعا، وعلى فكره مش بس ال 48، ال 52 علشان يتم شفائهم بسرعه، علشان ما يتفاقمش الموضوع معاهم، علشان ان هو تبقى ممكن حالة طارئة ما تتكررش بعد كده، تمام. فاحنا بنتكلم ان هو اول حاجة المعرفة، لان لو انا وقعت في البوتقة بتاعت ان انا مرة جالي على ان انا النهاردة انا تعبان ومرهق وحصل لي ضعف انتصاب، وده وارد جدا ومتوقع، لكن لو انا بدأت اقلق وخاف يبقى اذا انا هخش في الدايرة بتاعت اللي هي القلق على الاداء. لكن لو انا فوتها كحدث متوقع ان هو ممكن يحصل ومتفهم من الطرفين، تمام، يبقى اذا هي بقت وقعة حصلت الشهر ده هو، وانا هكمل بعديها بشكل جيد بعد كده. نيجي بعد الثقافة كده، هو ان انا ازاي احافظ على جسمي بشكل جيد، لان خلي بالك ان هو ضعف الانتصاب ده عبارة عن عرض وليس مرض، بمعنى ان هو بيخفي وراء امراض، يعني كل الامراض اللي هي بتضر الشرايين ممكن تعمل ضعف انتصاب. فإذن الوقاية من السكر، من الضغط، من ارتفاع دهون الدم، تمام؟ نحل المرض نفسه والعرض هيروح. بالظبط. الحاجة التانية التدخين، من أهم المشاكل اللي هي ممكن تؤدي إلى ضعف بالشرايين بتاعتي، فمن أسباب ضعف الانتصاب. احنا في ميديكا زون دايما بنأكد على نقطة التدخين دي، تقريبا احنا بنتكلم عليها في كل تخصصات، يعني كل الدكاترة الموجودين معنا في كل تخصص خاص بأي حاجة لها علاقة بالجسم التدخين رقم يعني واحد. هي بتضر كل هي بتضر كل الاعضاء عندنا. صحيح. يعني صحيح. فهي شئنا ما بينا ده عدو اساسي يعني. صحيح. تمام. الوزن المثالي، ولا النحافه الزايده، ولا السمنه المفرطه، تمام. الاكل الصح، تمام. الرياضه، الرياضه من الحاجات اللي هي بتساعد ان تكون الدوره الدمويه في افضل احوالها. الصفاء الذهني ده مهم قوي، يعني مهم ان احنا بنصون العربيه كل فتره، لازم نصون مخنا،
صح. لازم ننام كويس ها؟ لازم نرتاح تمام لازم يكون في وفاق ما بيني وما بين الطرف اللي انا بمارس معاه يعني كل دي اشياء عوامل اساسيه ومهمه علشان يبقى في علاقه جنسيه ناجحه ان شاء الله. يمكن دكتور من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي ومهمه جدا وبنغفل عنها هي النوم الجيد. احنا في ناس بتقول النوم ده هو جزء هو حاجه تكمليه لان في فريقين في فريق في ناس بتحب النوم وللاسف برضو بيعملوه بشكل مبالغ فيه اللي هو زياده نوم زائد وفي ناس ما بتحبش النوم فبينام نوم قليل فطول الوقت هو مصاب بالارق طول الوقت هو عنده مشكله في الصحه العامه اللي بالتالي بتؤدي لمشكله في الصحه لا انا هزودها لك بقى مشكله تانية بقى النوم امتى يعني احنا نومت بالليل هي اللي بيفرز فيها هرمون الذكوره هرمون التستوستيرون بنلاقي اللي ما بينامش كويس بالليل في عرضه ان هو ينقص عنده الهرمون بنسبه 15% تمام عشان كده احنا حتى لما نقيس هرمون التستوستيرون نقيسه امتى نقيسه الصبح لازم قبل الساعه 11 هو ده خلاص من 7 ل 11 هو ده الوقت الصح ان انا اقيس فيه فاذا نومت بالليل دي ما هو ربنا ما خلقش كل حاجه اعتباطا كده يا جماعه صحيح. ها خلقها الاسباب احنا بقى اللي بنحور اشياء اصل انا هسهر النهارده وبكره والظهر هرجع وانام لا نومت بالليل نومه مهمه قوي صحيح من الحاجات اللي بتبقى سهله بالنسبه للناس لما بيكون عنده مشكله ضعف انتصاب اسرع حاجه بيلجا ليميل على حد من زمايله او يروح الصيدليه يبدا ان هو يلجا للنشاطات بشكل مباشر بدون رجوع للطبيب ولما يكون عنده القلب هيلجا برضه لصاحبه والطبيب اكيد لا. يعني مش معقول يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي يعني في مرض موجود ها صاحبي ايه اللي انا هلجا له ولا الصيدلي مع احترامي كل واحد ودي تخصصه ومكانه ها صح. انت بتحرم نفسك من العلاج ده اللي انا هقدر اقوله بس وبعدين خلي بالك ان انت في ادويه لو انا ما استخدمتهاش صح فهي هتديني اعراضها السيئه ومش هتعالجني تمام فما فيش حاجة اسمها ان انا خطوة تسبق خطوة الخطوة الاولى التشخيص اللي هيشخصك هو الطبيب صح. فيبقى انا عندي مشكلة اروح واروح بدري للطبيب الطبيب ده هيحتاج يتكلم معاك هيحتاج يعملك فحوصات هيحتاج يكشف عليك علشان يشخص المشكلة فين وبالتالي هيديلك العلاج المناسب بعد كده دكتور ودي الثقافة اللي احنا بنحاول ننشرها ان اللجوء للطبيب وبالذات في الجزء الخاص بالذكورة والصحة الجنسية لان يمكن اللي بيخلي الشخص يلجأ لزميله او يلجأ للصيدلية فكرة الهروب من المواجهة للطبيب ولكن احنا ده دورنا كتوعية ان احنا بنوعي الناس ان دور الطبيب هو الاهم في الحسبة دي وده بيودينا النقطة احنا بنفتح التلفزيون زي ما حضرتك اكيد بتشوف نلاقي الأعشاب الفلانية الطب البديل لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب كم هائل من الإعلانات أعشاب ما نعرفش هي مصدرها إيه وجاية منين رأي حضرتك إيه في الموضوع لا أنا ما أعرفش فين الأدوار الرقابية الحقيقة صح يعني أنا مش عارف واشتكينا الكلام ده كتير قالك ده أصله بيبسه من منطقة خارج مصر فإحنا ملناش ما نقدرش إن إحنا نعمل نوع من الرقابة عليهم بس يا جماعه احنا ما اعرفش مواجهتها تكون ازاي احنا كاطباء بنحاول نواجهها عن طريق اللي هي لو احنا بنقدم مواقع معينه نتكلم فيها لو عن طريق برامجكم الهاتفه دي هي لو عن طريق الدراما يا ريت يكون ليها دور معانا هي الدراما على فكره ضدنا مش معانا لانها بكل اسف في اغلب البرامج او المسلسلات اللي ذكر فيها عن مشاكل نواحي الجنسيه ما اتعملتش بشكل مهني بل بالعكس هي حطتها بنوع من التريقه شويه وده شيء سيء جدا ان هو يتم تمام فاحنا محتاجين التكاتف من الاعلام من التلفزيون كدراما او خلافه من الاطباء بيحاولوا يعملوا ادوارهم ان هم يكون في نوع من المعلومه الجاي الصح انها تقدم ازاي وانا باكد على كلام حضرتك انا من هنا باكد على الكلام اللي حضرتك بتقوله وبناشد صناع الدراما ان هم يتناولوا هذه المشكلات لان هي على الرغم ان هي مشكلات حساسه بس هي مشكلات مهمه ولازم تتناقش بشكل يكون فيه جانب علمي اي نعم هو مش دور الدراما ان هي تطلع الاشياء بشكل علمي بس دورها ان هي تطلع الاشياء بشكل توعوي ده جزء من دورها فده مهم جدا وده معلش انا اختلف في حته لا هي دورها انها تطلعه بشكل علمي يعني انا لما اجي اتكلم على مشكله للمحاماه لما اجي اتكلم على مشكله في قضيه ما مثلا لازم الجا للمصدر
واحوره بالشكل الفني بقى بعد كده. يعني فاهم يعني هي يعني لو ليا ان انا اذكر اسم فيلم وحيد اللي هو ناقش الموضوع بشكل جيد قوي كان فيلم اسمه أسرار البنات للمخرج العظيم مجدي محمد علي. تمام صحيح. لان ليه؟ لان هو انت ساعتها لجأت فعلا للمشكله بتاعت ان الشباب دول اهاليهم ما عرفوهمش المشكلة فين، كانوا صحيح. بيهربوا دايما من الإجابات مثلا موجودة، ودي مشكلة كبيرة قوي عندنا صحيح. فإذن لا، صناع الدراما عليهم دور، ودور أساسي إن هم يلجأوا للمصدر الصح طالما أنا بناقش مشكلة معينة. ده مهم جدا، ده دور الإعلام ودور الدراما. وخلي دكتور نتنقل لمشكلة تانية ومن المشاكل برضو اللي بنسمع فيها أساطير غير طبية، وهي مشكلة اضطرابات القصف. اضطرابات القصف يمكن الاشهر فيها يمكن سرعه القصف، بس الحقيقه هي المشكله يمكن حضرتك صحح لي بتنشكل مشكلتين اللي هو القصف المبكر والقصف المتاخر، فحابين نوضح ده. طيب خلينا برضو ايه نبتدي تعرفنا بحاجه واحده، ربنا خلقنا ازاي؟ ربنا خلق الرجل يصل الى النشوه بتاعته تقريبا، وانا بقول تقريبا لان احنا مش كتب يا جماعه، احنا بشر نختلف من واحد للتاني، تقريبا في حدود 3 دقايق لغايه 10 دقايق. المراه تقريبا ما بين 12 ليمكن 20 دقيقه. فاذا هو فكره التزامن ما بين الطرفين مستحيل، دي فكره من اختراعنا احنا يعني. احنا بنجاهد في حاجه مش واقعيه. تمام، يمكن تتحقق في بعض مع بعض الازواج في بعض الاحوال، مش هو ده الهدف. الهدف ان الرجل يخرج مستمتع والمراه تخرج مستمتعه. تمام، فاذا مهم قوي فكرة الحوار والمداعبة والملاطفة ومعرفة كل واحد على وشك ان هو يصل او لا، واوقف شوية او اكمل. هي دي العلاقة اللي هي ازاي تقرب اتنين من بعض. تمام، وتخليهم حاسين ببعض، ايه الاشياء اللي تسعد كل واحد فيهم. صحيح. مش تركيز على الساعة اللي هي فات دقيقتين ده بدري شوية كده، لا. طيب اقل من 3 دقايق بنلاقي ان الرجل ما حسش باستمتاع كافي، وبالتالي بنبتدي نتدخل ان هو نساعده ببعض العلاجات. وعلى العكس في حد ممكن يقعد لفوق ال 20 دقيقه ومش عارف يوصل، وبنسميه قصف متاخر، وبتكون ليه اسباب، سواء اسباب عضويه او اسباب نفسيه، وساعتها احنا بنساعده برضو ان هو يوصل، نحط ايدينا على المشكله ونبدا نحل. بالظبط، نشخص فين الاسباب دي هي ونبتدي نتعامل معاها. يمكن حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، وهي ان وارد طبعا وده بيحصل بشكل كبير ان يكون في اسباب نفسيه، وهنا دور الطبيب في ان هو يقعد يتكلم مع المريض، لان هنا الكلام هو العلاج، يعني الكلام والوصول للمشكله، ونعرف ان هي في الاخر مشكله نفسيه، ان المريض ده عليه ضغوطات عمل، عليه ضغوطات من مشاكل شخصيه او عائليه او ايا كان، فبالتالي ان نحط ايدينا على المشاكل دي ونحاول نجنب المشاكل دي اثناء العلاقه ان المشكله اتحلت. احنا التشخيص بتاعنا الاساسي يعتمد على اللي هو بنسميه التاريخ المرضي. التاريخ المرضي اللي هي ازاي بتكلم مع المريض وبتكلم معاه في خصوصيات جامده، واتمنى من المريض، ودي بوجهها لكل الرجال والنساء، ارجوكم كونوا صراحه مع اطبائكم صادقين، لان انا بقول له انت لو جاوبتني غلط انا همشيك غلط، هوديك في سكه تانية. تمام، انا متفهم ان في حاجات بتكون فيها نوع من الحرج وحاجات بتكون خصوصيه شويه، ولكن ده طبيبك، ده امين سرك. صح. تمام، وده اللي هو موجود عشان يساعدك. دكتور، هل للزوجه دور هنا في اضطرابات القصف؟ طبعا للزوج والزوجه دور مشترك في نجاح العلاقة الجنسية. تمام، يعني أول شيء التفهم، تاني شيء إن المعلومة الصحيحة تقدم للطرفين. تمام، بنتكلم على طريقة المداعبة والملاطفة، مهم أنها تنقل للطرفين. ساعات بيبقى فيه نوع من الخجل من أن أنا أقوم بالمداعبة اللي هي تناسب أي الطرفين، يا إما الشخص نفسه هو خايف يعبر لأن شايف أن دي حاجات مش صح أن هو يقولها لزوجته، يمكن لو كان ليه صديقة خارج العلاقة يمكن هو يتكلم معاها. فهو الحقيقة يعني ياريت نشيل التحفظات دي من علاقاتنا مع زوجاتنا. تمام، الحاجة التانية دور الزوجة مهم قوي ان هو تكون موجودة وقت العلاج. يعني احنا بنحب دايما الزيارة تكون من الطرفين، بيكون فرص النجاح افضل كتير ان هم يتفهموا. ليه؟ لان ساعات بيبقى في اشياء بتتحط في ذهن الزوجة خاطئة عن المرض اللي موجود، ده اصله ما بيحبنيش،
ده أصله بيبص بره، ده أصله، وهي تكون مشكلة أخرى خالص ملهاش علاقة بكل ده، فهي محتاجة أنها من حقها، محتاجة أنها تفهم وتطمن، ها، وده هيقربهم من بعض، وهتعرف هي دورها إيه برضو في النجاح في الفترة القادمة. حطينا دين على المشكلة دكتور، وعرفنا أن المشكلة سواء تأخر أو سرعة أو قصف مبكر، طرق العلاج أو مراحل العلاج. مراحل العلاج لو احنا بنتكلم على قصف، مشاكل القصف هيبقى حسب هو قصف متأخر ولا قصف مبكر. في ساعات بعض الأدوية بنستخدمها، في ساعات بعض الحاجات الموضعية ممكن نستخدمها، في ساعات تمارين احنا بنستخدمها بنسميه العلاج السلوكي، ها، ان احنا بنعملهم زي تمارين ازاي ان هم يتدربوا ان هم يصلوا للاستمتاع بطرق مختلفة من غير التركيز على الأداء. تمام. ففي حسب كل بقى حالة احنا بنصنفها وبنبتدي طريقة العلاج معها. من المشاكل زي ما اتكلمنا على اضطرابات الانتصاب واضطرابات القصف، من المشاكل برضو اللي فيها بنسمع برضو كتير اسئلة بتيجي انخفاض الرغبة الجنسية. ايه مسببات انخفاض الرغبة؟ انخفاض الرغبة الجنسية هي ممكن يكون لها اسباب عضوية، ممكن يكون اسباب نفسية، ممكن يكون في تفاوت اساسا بين الطرفين. يعني احنا تفاوت زمني تفاوت في الاحساس بالرغبه يتولد بعد فتره قد ايه مثلا، يعني. تمام. خلي بالك ان المراه بتمر بفترات مختلفه في حياتها، اللي هي من اول لسه متجوزه حديثا لحمل موجود لبعض الوضع لما يبتدي انقطاع الطمس عندها. كذلك الرجل بيمر بمراحل مختلفة، مراحل هو لسه متزوج حديثا لمراحل أصبح عنده أولاد ومنشغل بمسؤوليات وخلافه، لمراحل بدأ يصاب بأمراض تعمل انخفاض في الهرمونات عنده. المشاكل الهرمونية هي من أهم الأسباب العضوية، يعني إما يكون في نقص في هرمون الذكورة التستوستيرون، وده من أساسيات ضعف الرغبة الجنسية، أو في هرمون اسمه هرمون الحليب أو البرولاكتين ممكن زيادته تعمل هذا الشيء. أسباب نفسية أهمها الإصابة بالاكتئاب، ها؟ 90% من المصابين بالاكتئاب عندهم ضعف بالرغبة، لأن هم عندهم ضعف في الاستمتاع بالحياة في نواحي كتيرة قوي. صحيح. الى جانب ان في ادويه بتعالج ضعف الاكتئاب بتسبب ضعف الرغبه. احنا مش بنقول ان انا هوقف الدواء، بس هيبقى في نوع من التعاون ما بيننا وما بين الطبيب النفسي على ايه الدواء الاصح اللي هو يتاخد لفتره زمنيه قد ايه، هل اخد اجازه من الدواء ساعات ولا لا. يعني فاذا الطبيب نفسه يبقى متفهم ان الدواء ده بيسبب له جزء من بالظبط. يعني حضرتك قسمت المشكله لشقين، شق عضوي وشق نفسي. طب ممكن مثلا نتكلم في كل شق باستفاضه اكتر؟ ما هو الشق العضوي ممكن الاهم حته بالنسبه لنا اللي هي لو حصل انخفاض في هرمون التستوستيرون. اوكي. وهرمون التستوستيرون على فكره هو بيبتدي ينخفض عند كل الرجال من بعد سن ال 30 بنسبه 1% كل سنه. تمام. نوصل لسن 45 بنلاقي ان تقريبا فوق ال 30% ممكن يبقى عندهم اعراض اللي هي تنذر بانخفاض في هرمون التستوستيرون، تعمل لهم مشاكل. اهمها هي ضعف الرغبه الجنسيه، الى جانب بقى اشياء تانية، ممكن ضعف انتصاب، ممكن يكون يبتدي الواحد يحس بان هو منهك بعد اي مجهود بسيط بيعمله، الميل للكآبه، ان هو يبتدي يعرض لكسر لان بيبقى فيها شاشه في العظام ممكن تحصل. يعني ليه كمان بعض السمنه، السمنة ممكن تزيد مع نقص هرمون التستوستيرون بالذات السمنة بتاعت البطن. تمام. ضعف العضلات يعني. فهي تشخيص ان انا عندي نقص في الهرمون ومحتاج تعويض هرموني ده مهم، ودي اهمية برضو هنا دور التغذية السليمة، الرياضة السليمة، زيارة الطبيب اللي هو يخلينا نشوف ايه النواقص من الفيتامينز. تشخيص. تشخيص يعني. وبالنسبة للجزء النفسي، بالنسبة للجزء النفسي بقى احنا بنبتدي نتعامل ونشوف هي مشاكله ايه، هل هي مشاكل في العلاقة، هل هي ان مفيش مثلا اهتمام بالاشياء اللي هي بتثيره بشكل جيد، نبتدي نعلم الطرف التاني، هل هم بيمارسوا بشكل نمطي قوي اللي هي في وضع معين فقط واوضاع التانية لا، في وقت معين فقط. ساعات بنلاقي مثلا الرجل يكون عنده الرغبة اعلى شوية الصبح، هو قايم من النوم صاحي ورايق وسعيد ان في عنده نوع من الانتصاب الصباحي. تمام.
ساعات نلاقي للمرأة عندها بالليل وهي قرب نوع من الدفء مع زوجها. يعني إذن في مهم قوي ان هو يكون في كده تبادل لكل ما تفاهم وتفهم لإحنا بنحب ايه بيننا وبين بعض. فدي ممكن تخلق ساعات مشاكل في الرغبة. ان انا نوع التغيير مطلوب. يعني وليكن انا معايا الولاد مثلا، ممكن قوي يوم الولاد دول يقعدوا مع جدودهم مثلا، بحيث يبقى عندنا نوع من في كسر ملل، في صفاء ذهني، مفيش قلق ان الولاد تصحى مثلا من النوم او خلافه. تمام، الولاد في المدرسة مثلا ممكن نستخدم، يعني نفرد وقت العلاقة الجنسية بشكل اكتر، ما يبقاش في نوع من التسرع بس للأداء اللي هو ان احنا بنحقق شيء. يعني دكتور حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا ان في الكلام، ان حضرتك قلت ان ممكن ما يكون عنده مشكلة، ممكن لو هو مش عايز يقول المشكلة دي لزوجته فيروح يقولها لحد بره، حتى لو ممكن صديقة بره، او يعني بغض النظر عن ان رفض العلاقة، يعني ان هو حد يروح يقول لحد غريب يعني كده. بس هي الفكرة كلها ان أهمية وجود صداقه ما بين الزوج وزوجته بحد كبير، ان يكون في شفافيه ما بينهم، ان هم يقدروا يتكلموا مع بعض، وده اعتقد يحل نسبه كبيره جدا من المشكله. دي ركائز نجاح العلاقه الزوجيه اساسا في كل الاطوار بتاعتها، يعني مش بس في الناحيه الجنسيه. ان هو يكون ان انا قادر اتواصل مع شريكة حياتي ونتكلم في كل مشاكلنا بما فيها النواحي الجنسيه، ومش لازم هسميها المشاكل الجنسيه، من اجل استمتاع اكتر مع بعض. يعني زي ما هنتكلم في الاكل مثلا، يعني ان احنا هو فرد كده لازم انا اكل سلطه كل يوم، لازم طب انا نفسي ان السلطه دي يكون فيها جبنه بيضه، يعني سلطه جريكي مثلا، اقول رايي ما اقول سكت ليه يعني. فهي التواصل والحوار ده مهم قوي. من الحاجات اللي بتؤرق الزوجين الحقيقه في العلاقه هي فكره الالم، ان يكون في اي مسبب للالم، وطبعا زي الالتهابات، فده طبعا بيقرقهم نفسيا قبل جسديا. يعني طبعا فكرة الألم دي أنا هبدأها هي للطرفين. يعني احنا بنتكلم ان هو ساعات بيكون في ألام عند الإدخال بالنسبة للمرأة. تمام، وبنتجاهلها. وزي ما يكون ان هو ايه ده دفع التمن، لا هي مش رايحة عشان تتألم في العلاقة، هي رايحة تستمتع. فإذا كان في ألم يبقى أنا عندي مشكلة، يبقى مشكلة أنا محتاج ان أنا أكشف. ممكن يكون من أسباب الألم الأساسية الرئيسية إن مفيش مداعبة جيدة للمرأة، لأن المرأة محتاجة مداعبة مبالغ فيها، ربنا بيخلق لها سائل يبتدي ينزل بحيث يخلي الإدخال سلس. لو إحنا في الأيام الأولى للزواج يبقى أنا لازم أعرف إن هو مش العضو مش هيدخل كاملا، والعملية هتيجي بالتدريج لغاية ما تبتدي الزوجة تبقى مرتاحة أكتر، يبقى الإدخال سلس أكتر. تمام؟ طيب غير كده هو ممكن يكون فيه التهابات موجودة عند الزوجة، يبقى مهم أنها تفحص وتتعرف لو عندها التهابات وتعالج الالتهابات. نيجي للرجل، ممكن يجيله ألم في القضيب، سواء أنه هو عنده التهابات موجودة، ممكن يكون فيه التهابات في البروستاتا، ممكن يكون هو عنده في ساعات نوع مرض كده بنسميه بايرونيس ديزيز، اللي هو عبارة عن تليف بيحصل في العضو الذكري وقت الانتصاب في مراحله الأولى من المرض، يحصل نوع من الألم يكون موجود. فإذا برضو ما ناخدش الموضوع كده هين ونروح للطبيب هيشخصنا ويقول لنا إيه الطريقة المثلى للتعامل مع ألام وقت الجماع. يا دكتور يعني نقول إيه أشهر أنواع الالتهابات وطرق علاجها؟ لو بنتكلم للرجل هو هيبقى التهاب البروستاتا، يعني هي دي أكتر حاجة ممكن يصاب بيها، التهابات البروستاتا، وساعتها إحنا بنشخصه بنعمل فحص للبروستاتا أو فحص معين للسائل المنوي، نعرف إذا كان يوجد التهابات أو لأ، وبنديله العلاج المناسب اللي هو المضاد الحيوي مثلا، إذا كان التهاب بكتيري بياخد العلاج المناسب ليه. يعني الحقيقة من الحاجات اللي بيجي فيها أسئلة ومزعج جدا للرجال هو التهاب البروستاتا، هو طب عايزين نعرف هو إيه مسبباته أصلا. هو بص أنا عايز أحط معاه جزء تاني، علشان إحنا كتير بنفتكر ان هو التهاب بروستاتا هو بيطلع احتقان وليس التهاب. الاعراض تقريبا واحده ما بين الاحتقان وما بين الالتهابات. تمام، اللي هي ممكن يكون في الم اسفل البطن، ممكن يكون في الم في القضيب، ممكن يكون في الم عند فتحه الشرج، ممكن يكون في الم في المنطقه اللي هي ما بين الخاصيه وفتحه الشرج، ممكن يكون في تبول كتير. تمام، في الحاله دي احنا بنعمل الفحص بتاعنا عشان نتاكد هل هو عنده التهابات او لا، وإذا عنده التهابات مهم إن أنا أعرف زوجته كمان عندها التهابات أو لا، عشان ما أبقاش عالج طرف
واسيب الطرف الثاني ويرجعوا يقعدوا بعض بعد كده. فمهم ان احنا نعالج في الاصل بيكون ممكن يكون طرف هو اللي بيوصل طبعا وارد قوي بنسميها كرة البينج بونج. اعالج حد وبعدين تتنقل له ثاني ونقعد ما نخفش فلازم الطرفين زي البرد كده لازم نوقف الجماع ساعتها لفترة لغاية ما الطرفين نطمن عليهم وخفوا وبعدين يرجعوا يعودوا الجماعة بعد كده. الاحتقان ده بقى اللي هو ممكن ينتج من يعني شباب مثلا ما قبل الزواج عندهم الشهوة بتاعتهم عالية ومفيش تفريغ قدر ما بيحصل امتلاء للأعضاء الداخلية دي يعني. فبتسبب لهم ألم وألم سخيفة قوي على فكرة يعني يعني مش ألم يستهان بيها، بيبقى الشاب مش عارف يعيش حياته بشكل جيد ولا شكل مرتاح. فساعتها احنا بنتعامل مع ده ان هو بنوريه ازاي نتعامل مع الاحتقان ده، هو بنطمنه ودي جزء مهم جدا ان هو بيبقى قلقان وخايف دي هتعمل له مشكلة ايه ولا هتسبب له ايه. تمام. وساعات بعض الادويه برضو بتساعدنا في علاج الاحتقان. بس حضرتك شايف ان هو الشاب حتى لو قبل الجواز حاسس ان في نوع من انواع الالم في المنطقه دي لازم يروح يتحرك، لان في الغالب بيكون ممكن يكون يعني لو الاعراض دي جات له ممكن يكون احتقان، وبالتالي هو حلها بسيط يعني ليها حل وليه يعيش متنكد. صح. يعني ليه يعيش كل يوم خايف ومتنكد؟ طيب ما يلجأ للمكان المظبوط يعني. دكتور يمكن في برضو من الأسئلة اللي بتيجي إن هل ضعف الانتصاب من ضمن العلاج الخاص بيه بيكون تدخل جراحي؟ هو ضعف الانتصاب احنا دايما بنلجأ للعلاج بشكل تدريجي. أول حاجة إن احنا نغير من سلوكيات الرجل ده، هو نعالج الأمراض اللي هي بتؤدي لضعف الانتصاب، ده شيء مهم جدا. الحاجة التانية بنبتدي بعلاجات بأدوية، في أدوية كتيرة جيدة ومشاكلها قليلة جدا وبتجيب نتائج بشكل عالي قوي. طيب إذا لم نوفق بالعلاج عن طريق اللي هي استخدامات الطرق اللي احنا بنسميها لا تداخلية، بنلجأ يا إما حقن بتتحقن في العضو الذكري نفسه وبنمرن المريض عليها، وملايين في العالم ماشيين عليها على فكرة يعني. إذا لم ننجح في كده بنلجأ اللي هي الجراحات، والجراحات اللي هي جراحات أصبحت دلوقتي قديمة حديثة، يعني أنا بتكلم قديمة إن بقى لها فترة طويلة وحديثة إنها بتتطور بشكل جامد دلوقتي. تكنيك نفسه تمام بالضبط، اللي هي تركيب الدعامات ونتائجها نتائج جيدة في أحوال كتيرة قوي، فبنقدر إن إحنا نساعد المريض ده. إيه النصايح العامة اللي حضرتك تقولها لمريض عنده مشكلة من مشاكل الاضطرابات اللي إحنا اتكلمنا فيها؟ يلجأ للطبيب. يعني اول حاجه ان احنا يعني ما نحطش زي ما احنا بنقول كده هو ايه نستخبى ونبعد عن مواجهه المرض. المرض دايما في اوله بيكون تشخيصه اسهل علاجه اسهل، فما نحرمش نفسنا من ان احنا ناخد العلاج الجاي. كلمه مهمه جدا ما نحرمش نفسنا، وكأن المريض يعني هو لما بيتأخر بيكون ضد نفسه. بالظبط، هو ضد نفسه فعلا يعني. دكتور احنا بنستمتع بالحوار مع حضرتك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقة جديدة من ميديكا زون بودكاست.